السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا إن شاء الله مش هنطول عليكم، لكن قبل ما نبدأ نتمنى يكون التفاعل والهتاف والتكبير أكثر من هيك. لأن الصوت هذا يوصل لأهلنا في قنفودة، ونحن نبغى نوصل لهم رسالة أنه مهما قوي الباطل فصوت الحق سيظل مرفوع، ومهما استعسد الباطل فأهل الحق سيكونون له بالمرصاد، ومهما تحالف أهل الباطل فإن أهل الحق يستنصرون برب العالمين جل وعلا. وفي رسالتي لأهل قنفودة أقول لهم إن حالكم يشبه حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. من الذي يشبه بأمثال هؤلاء إلا الكرام، وإلا أصحاب الحق، وإلا أصحاب القضية؟ النبي عليه الصلاة والسلام تجتمع عليه قريش بقضها وقضيضها، وتكتب حلفا، وتحاصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في شعب أبي طالب، 3 سنوات من الحصار ومن المقاطعة ومن المحاربة، بل يكتبون ذلك في وثيقة يعلقونها في الكعبة من أجل أن يؤكدوا ويوثقوا تلك العهود كما يفعلون اليوم. يعنونون عناوين ثم يعلقونها هناك، لم تصبح لهم، صاروا لا يعرفون الكعبة ولا يتجهون إليها، ربما يوجهون إليها أمواتاً اضطرارا. صارت قبلتهم هناك ما يعرف بالأمم المتحدة، وما يعرف بالمجتمع الدولي، وما يعرف بالدول المتحكمة في واقعنا. لذلك وأيضاً من خلال هذه الوقفة أقول إن ما يفعل أو ما فعل قديماً في بني غازي وما يفعل اليوم في بعض أحيائها هو عقوبة، عقوبة الظاهر فيها هو حفتر، لكن واقع الحال أن هناك أمم وهناك شعوب تقود المشهد لا تريد لأهل الإسلام ولا لأهل الحق ولا لأهل الوطن ولا لأصحاب مشروع أن يقفوا بمشروعهم ليبنوا دولتهم. نحن اليوم صراعنا مع من يحاربنا ليست قضيتنا فقط في عسكرة الدولة، وليست قضيتنا في ضابط مغامر يريد أن ينقض على دولة. المشروع أكبر من ذلك. المشروع كيف تعاد الشعوب إلى حظيرة الاستبداد، وكيف تعاد الشعوب أن يتحكم فيها في مصيرها وفي ثرواتها وفي بلدانها، كيف تهجن الشعوب، وكيف تجهل الشعوب، وكيف تحيد الشعوب عن معركتها الأساسية وهي معركة الحياة، بناء الحياة وصناعة الحياة، بناء الدول وبناء المجتمعات وبناء العقول وبناء الأمم، هذه هي معركتنا الحقيقية. لذلك أقول لكل من تنسم نسيم الثورة كما قالت هذه الطفلة، ثق أن الدور سيأتيك إن لم يكن اليوم فغدا. ولكل تلك المدن التي تبنت الثورة يوماً من الأيام أقول لها ستعاقبين كما تعاقب بنغازي وكما تعاقب حلب، كما قال شيخنا المفتي حفظه الله، إنه مشروع دولي يراد منا أن نركع ويراد منا أن نعود إلى الحظيرة. هم يظنوننا مجموعة من الدواب، لكننا ينبغي أن نقول لهم
والله لو اجتمع من بأقطارها، والله لو اجتمعت الدنيا بأسرها، والله لو حاربتنا الحجارة والرمال، فإننا على مواقفنا لثابتون، ولنصرة هذا الدين ولبذل دمائنا فيه ساعون. نسأل الله عز وجل أن يتقبل، ونسأل الله أن يثبت، ونسأل الله أن يعين. وأقول كما قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وصلى الله على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله.